الإنسانية صفة تلخص مشوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يسير بخطوات ثابتة في مسيرة احترافية لم يصل إليها لاعب مصري قبله. مشوار صلاح عنوانه الرئيسي هو النجاح، حقق الألقاب وحطم الأرقام القياسية، وبات محمد صلاح علامة مسجلة في خضم الاحتفالات بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. لم ينسى صلاح دوره كقائد للمنتخب في وقت سابق، وبعد إعلان إصابة مؤمن زكريا بمرضه النادر أعلن صلاح عن دعمه لزميله بالمنتخب من خلال الاحتفال الشهير. لكن قمة الدعم أن يحتفل مؤمن زكريا مع لاعبي ليفربول بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي من قلب غرف خلع الملابس. الفيديو الذي نشره صلاح برفقة مؤمن زكريا يعبر عن المعنى الحقيقي لكرة القدم، عن أسمى معاني الإنسانية، فرحة مصرية على الأراضي الإنجليزية. ويبقى صلاح كلمة السر بعد أن وصل لحدود السماء، وقلوب المصريين تبتهل بالدعاء حتى يمن الله على مؤمن بالشفاء.